تعاتبني ترى القلب مجروح خلى المعنى هايما في عذاب يا منيتي يا غايتي يا من الروح ارحم صوي بنطاح يشكي صواب حي ولو انه بدنياه مذبوح تايه بغبة ليل ما ينسى راب انا الجريح اللي تعلم على النوح انا الكسير اللي تحوفه ذياب أنا الغريق اللي تعلق على اللوح اللي سمر والموج راح وغداب أنا العليل اللي تبسم مع الضوح وثر الأمل ضايع وباقي سراب لا لا تعاتبني ترى القلب مجروح خلى المعنى هايما في عذاب مساء الخير نطل عليك من خلال هذا البرنامج اللي نحاول أن نقدم فيه الأغنية بشكل شعبي يتناسب مع الجو العام لها كذلك ستكون لنا وقفة مع القصيدة الشعبية بالإضافة إلى مقابلات نستضيف فيها فنانين سواء ملحنين أو كتاب أغنية أو المطربين نحاول من خلال هذه المحاورة أن نستشف أشياء نقدمها لكم إن شاء الله تكون جديدة أو معلومات تكون جديدة عن مطربينا وشاعرينا والملحنين أيضا أعزائي كذلك ستكون لنا وقفة مع بعض الألوان الغنائية المميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي كالصوت والسامري وما شابه ذلك أولى فقرات برنامجنا معنا الفنانة رباب وخلنا نشوفها في الأغنية هذه Thank you.
شفاه خوفي أثيره من خلال كثرة تشره لي معاه، ليش إنه هو حبي الوحيد. أنا أمد له ألف إيد، يدري مكانه في حشائي، ما رد له بالدنيا طلب، ومهما خطأ وهو معاي، ما بين بعيني الغضب، ولما يمد إيد السماح أقول أنا طاح الحطب، ليش إنه هو حبي الوحيد. أنا أمد له ألف إيد. كلمات هذه القصيدة هو الشاعر الغنائي فاخر خاطر، وهو ضيف في سهرتنا، وأيضا معانا أحد الأصوات الشابة اللي استطاعت أن تبرز في الآونة الأخيرة في الوسط الفني، والفنان جمال الراشد. ونرحب باسم مشاهدينا في فناننا وشاعرنا. مساك الله بالخير أخوي بطلال. مساك الله بالخير فناننا. السؤال الأول راح نطرعه على شاعرنا واللي هو
لماذا تتعامل مع الأصوات الجديدة فقط؟ يعني أنا ملاحظ أن أغلبية القصائد فاخر خاطر دائما للمطربين أو الفنانين الجدد. لأني أنا أساسا جديد على المجال الفني، فدائما أكون أقرب مع الأصوات الجديدة. وبعدين الحقل الفني أساسا تلقى دائما مجموعات، هذا رفيقي، هذا صديق فلان، فتلقاهم نوع من مجموعات متعاونة. مثلا لو كضربنا مثل عبد الله في فترة معينة، سليمان وراشد، فكانوا ينتجون أعمال كأعمال تعاونية. نعم، مجموعة واحدة. إيه، فأنا أساسا على أساس أني جديد على المجال الفني، نعم، فدائما يكونون أغرب الناس لي لهم الأصوات الجديدة. حلو. نفس السؤال لو طرحناه على الفنان جمال الراشد وقلنا له أغلبية الفنانين بدايتهم يطلعون مع ملحنين أو شعراء معروفين في هذا الوسط، ولكن لاحظ أنك يمكن أول أغانيك من كلمات الشعر الغنائي فاخر خاطر، فما أدري ليش الاختيار هذا. والله بصراحة الأخ فاخر أكثر من صديق يعني، فكذا مرة يشدني للأغاني ويشدني للشغلات الحلوة اللي يقولها لي، فأقنعني يعني، فدخلت أنا وياه، وكانت لي هذه أول تجربة أدخل فيها السوق يعني مع فاخر خاطر. موفق إن شاء الله. نسأل سؤال ثاني لشاعرنا ونقول له ما مدى مساهمة الشاعر فاخر خاطر في الأغنية الوطنية؟ فاخر خاطر راح مستقبلا إن شاء الله راح تنزل أعمال وطنية، في يمكن راح تكون شغلة لسليمان موسى، نعم، وشغلة اللي أنا محضرها لطفل صغير، ف يعني مستقبلا إن شاء الله في أعمال وطنية. وبعدين طبعا الواحد اللي يكتب عن الوطن هذا شيء ثاني، نعم، لازم تكون الكلمة تطلع بإحساس صادق شوية. يقال أن شعراء الأغنية لا يكتبون القصيدة المقفاة أو العمودية، هل هذا صحيح؟ لا، ممكن أنا أكتب قصيدة مقفاة. وبعدين عندنا أمثلة، على سبيل المثال فايف عبد الجليل يكتب القصائد، وغيرها كتاب أغنية يكتبون. حلو. لكن المطلوب منا إحنا حاليا، إحنا أنا ككاتب أغنية، مطلوب مني أغنية، وتكون طبعا أغنية لما تكون أغنية من المجتمع ومن كلمات المجتمع نفسه، نعم، فهي أقرب إلى المجتمع دائما. نعم. فإحنا نستعمل الكلمات اللي هي اللي يرددها دائما المجتمع المتداولة. أنا ما نميل للفصحى وايد، نحاول نقلل من الفصحى، ولو أن في كلمات فيها كلمات نمزجها بالفصحى، لكن فصحى متداولة. شاعرنا فاخر خاطر متى يكتب الأغنية؟ والله بأي حزة، بس طبعا لما تجيك الفكرة، لو جاتك فكرة مثلا أي فكرة معينة تكتب عن موضوع معين، خلاص هي متى ما تجيك الفكرة، نعم، تكتبها. بس طبعا في شغلات تبي لك هدوء، نعم، جو ملائم، قاعدة معينة، وضع يعني أنت ترتاح منه، فإذا توفرت الشغلات نكتب. وبعض المرات بالسيارة، نعم. يقال أن متى ما نزل الوحي متى ما نزل الوحي طبعا تكتب القصيدة. جديد شاعر فاخر خاطر. والله شو أقول لك، يعني الشغلة اللي قلتها قبل شوي، حاليا عند الأخ عبد الله رشد، فهذه راح تكون إن شاء الله من ضمن أعمال القادمة. حلو. عندي شغلتين مع المطربة شبيرة رباب، نعم، وإن شاء الله راح يكون بشريطها الجديد. طبعا جمال الراشد، نعم، هم لي أعمال معاه، نعم، وخلصت أنا الحين توني من 3 أعمال للمطرب ابنيال البذالي، وفي أعمال إن شاء الله. مع أنك ذكرت الفنان جمال الراشد، إذن أنت كأنك
تشوت الكرة إلى ملعب فناننا ونرجع مع الفنان جمال راشد. وأقول له أخ جمال، معروف أن بعض الأصوات الجديدة تحاول أن تقدم نفسها من خلال أغاني غيرهم المطربين، هل قدمت نفسك أنت بهذا الأسلوب أم كانت مثلا لك كيانك اللي أنت طلعت فيه؟ والله أخوي مبارك، يعني ما أدري، يعني بالنسبة لي أنا لابد أني لقبت يعني أغاني اللي أشوفها مثلا راكب على صوتي فأحب أديها، وكنت أودي وايد يعني من الأغاني الحلوة اللي مثلا لطلال أو لعوض أو لأي فنان كان، المهم أغنية تجذبني يعني وأحس فيها يعني بأدائي لها، أحس أن الجمهور يعني متشوق لها، فهذه الشغلة اللي أحبها يعني. أنت هني فنان جمال راشد حط نفسه في المصيدة، وراح نقول له من الفنانين الآن ذكرت أساميهم، نبي نسمع أغنية من الفنانين اللي قلت إن أنت قدمت أو غنيت لهم، نسمع منك مثلا أي واحد منهم. هنقول شغلة يعني حق أبو عبد الله طلال مداح. نعم اسمع. لدانا يا لدانا لدان، يا ليل دانا يا لدانا لدانا، يا ليل دانا يا لدانا لدانا. تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك، تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك، نعيم الحب في وصلك وانت كريم من اصلك، وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي، وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي، وتبغى زيادة في حبك اجيب لك قلبي تاني مني. يعطيك العافية. فنان جمال، يلاحظ ان اغلبية الاصوات الشابة ابتعدت عن غناء ألوان الفلكلور مثل السامري والصوت وغيرها، تقدر تعلل لي ليش؟ والله أقدر أقول لك أني أنا ما ابتعدت يعني عن الشغلات هذه، ولا زلت يعني طبعا لابد أن الإنسان له مخالطات مع فنانين ومع جلسات، فأنا لحد الآن دائما أردد الصوت الكويتي ولا زلت يعني، فما أعتقد أني يوم تركت الأغنية الكويتية القديمة والجديدة. إيش حلو. لا هو يلاحظ الآن أن أغلبية تقريبا مطربينا شباب يظهر اللحن الغربي أو الإيقاع الغربي مع أغانيهم، وابتعدوا عن الصوت وعن السامري وعن أغراض الفن القديم. الحقيقة توم ساعة كنا نتكلم مع شاعرنا فاخر خاطر وقال أنه له جديد مع الفنان جمال الراشد، يا ليت نسمع القصيدة من شاعرها ونسمعها أيضا من الفنان. اسمعها اخوي. هو طبعا انا جمال حاط لك يعني من المطربين او اللي راح اكتب لهم يعني. نعم. زين. طبعا عرفت انا على شغله سمعت امس اعتقد. نعم. بس الحين ما خلصت منها. نعم نسمع حتى كلامها. اقولها في كل خطوه لحقتيني تجاهلتك وحاولتي، مثل ظلي تبعتيني في كل حيلة تحايلتي، ولما حبتك روحي تغليت وتدللتي، غريب أمرك وغريب أنتي غريب أنتي. احنا سمعنا الكلمات، نبي نسمع طبعا، هذه كان هو عرضت عليك هذا النص، لكن نبي نسمع من أغانيك الجديدة أنت شنو تقدم لنا. لأن نسمع يعني أي أغنية جديدة أو مشروع يعني راح. Yeah.
اللي عندك معز ويا خاطر لا تروح بعيد عني ولا تسافر انت اللي عندك معز ويا خاطر لا تروح بعيد عني ولا تسافر قدر بقلب المحبة قدر بقلب المشاعر لا 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 تسافر يا حبيبي ألف مرة لا تسافر لا لا ألف مرة لا تسافر. يعطيك العافية عزيزي المشاهد. سمعنا شاعرنا فاخر خاطر وسمعنا فناننا جمال الراشد ونسمع الآن شي يقدم لنا جمال الراشد ومع الفرقة. صوت مطرب أيضا جاء مطرب ثاني وغناها ونجح فيها نجاح من غطاء النظير. أيضا في عملية القناء في عدة أصوات تتفاوت من صوت إلى صوت نجاح الأغنية. في من الأغاني اللي ذكرها أغنية ماذا أقول له الفنانة نجاة الصغيرة غناها الراحل عبد الحليم حافظ، وأيضا أغنية بتروح لك مشوار اللي غناها غريد الشاطئ كانت الفنان وديع الصافي، الفنان اللبناني وديع الصافي. أيضا أغنية صوت السهارة للفنان الكبير الراحل عوض دوخي غنتها الفنانة الراحلة فايزة أحمد. هني الآن معنا أغنية، هي الأغنية أصلا أغنية مصرية، ولكن المطرب اللي راح يشتوا فيها هو المطرب نوفل عبد الجليل. خلنا نشوف نوفل شون يقدمها ونشوفه. Thank you.
حبيبي حلالي بلالي دايم الدوم طالب وصالي يا حبيبي حلالي بلالي دايم الدوم طالب وصالي ومن الشباك لارمي لك حالي يا حبيبي حلالي بلالي دايم الدوم طالب وصالي ومن الشباك
لما يكون في أغنية يكون لها طعم خاص، وأغلبية الأغاني تقريبا اللي قاعدين نسمعها أخذت في الآونة الأخيرة تأخذ هذا المدرج، مثل اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبي عتزل بخت لا يجيبه، وأيضا أغنية اللي غناها الفنان البحريني أحمد الجميري، لو جريت جرو الوحوش غير رزقك ما تحوش. المثل لما يدخل في أغنية يسهل حتى اللفظة في الكلام مع الأغنية. معانا مثل يقول يا ماشي درب الزلق لا تامن الطيحة، المثل هذا في أغنية للفنان عبد الله الرويشد، وخلنا نشوف المثل وعبد الله شو يقول فيه. أحضر في حضر
سجاجين والهم بهواك ما ونت سجاجين مركب غرامي شل وانحطت سجاجين تميت محتار ما حد تقرب لي وعظ والنصح ما جاب قلب المتيم وعظ واصبحت ملتوم واصفق بكفي وعظ مثل الجمل لا طاح كثرة سجاجين سجاجين والهم بهواك ما ونت سجاجين مركب غرامي شله مركب غرامي شله وانحطت سجاجين وتميت محتار ما حد تقرب لي وعاض والنصح ما جاب قلب المتيم وعاق أصبحت ملجوم وصفج بجفي وعب مثل الجمل لو طاح كثرة سجاجين أو يا مال الفنان سليمان الموسى فنان انصبغ صوته او تقريبا عرفنا سليمان الموسى من خلال ما نسمع من الزهريات او فن الموال واللي اشتهر فيه، ولكن في فترة لا تقل تقريبا عن 10 سنوات او اكثر انقطع سليمان الموسى في هذه الفترة عن القناة او ان بالاحرى قل انتاجه. سؤالكم هذا اللي دائما يصلنا نوجهه بدورنا للفنان ابو فؤاد ونشوف شو يقول سليمان الموسى. مساك الله بخير. الله بخير. يا هلا ويا هلا ومرحبا فيك ضيف في سهرتنا، واعتقد انك سمعت سؤالنا الاولي وشو يقول ابو فؤاد. اول شيء اشكر الاخوان القائمين على هالبرنامج. اما بالنسبه للانقطاع عن الفن الموال لظروف خاصه، انما بقى الموال مثل ما هو، الناس تسمع تقريبا من 12 سنه والناس تسمع الموال، ان شاء الله عندي نيه بعادته من جديد بس بطريقه ثانيه متطوره ان شاء الله. ما غنيت ابو فؤاد غير الموال؟ بلى غنيت اغاني كويتيه بس ما وصلت هني بالامارات، غنيت بالعراق كانت لي اغنيه مشهوره ايضا. نعم اللي هي اسمها كذاب دولبني الوقت بمحبتك، هذه باللهجه العراقيه. باللهجه العراقيه. نسمع منها ابو فؤاد مقطع لو مقطع بس بسيط. شباب دولبني الوكيل بمحبتك، شباب روحي تمرمر من عشرتك، شباب وتريد اريد النوب لك لا مارد كل شي انقبر، وتريد اريد النوب لا مارك كل شي انقضى اخلو صر، بس انت الدواب لا مارك وانسى المر، شذاب شذاب. حلونا حلو ابو
فؤاد في أغاني ظهرت في الآونة الأخيرة للفنان سليمان موسى وأخذت نصيبها من الشهرة لا تقل عن الموال أو فن الزهيري. من الأغاني هذه اللي أنت تحس أنها دائما تطلب منك بالأغاني الأخيرة، يعني أغنية لها وقع خاص عند الناس وحاس الفنان سليمان موسى أنها دائما تطلب منه؟ فرق السنين. فرق السنين. نسمع منها مقطع. عن العمر لا تنشدي، عمري يموت بالأربعين. عن العمر لا تنشدي، عمري يموت بالأربعين. ولا تتبعين العاطفة، بعض العواطف زائفة. لا تتبعين العاطفة، بعض العواطف زائفة. حبيبتي صغيرتي، حبيبتي صغيرتي، فكري قبل لا تجدمي. حسبي معي فرق السنين. طبعا هذا نزلت اعتقد بالشريط الاخير هو من هذا. في مشاريع بفؤاد جديده في الطريق؟ اي والله ان شاء الله عندي شريط جديد قاعده جاهزه. نعم. هو اسمه بودعك. نعم. شعر الفنان والشاعر الكبير فايق عبد الجليل، والحان ايضا الاستاذ عبد الله راشد. حلو. الشريط هذا طبعا فيه عده اغاني. اي من معاي الاخ يوسف المهنا وخالد. نعم. الزايد. نعم. وايد متعوب عليه، ان شاء الله يطلع بالصوره اللي نتمناها. يعني تختار لنا من الشريط هذا مثلا اغنيه؟ يعني احنا راح نكون وجودك معانا راح يخلينا نطمع ان نسمع اكثر واكثر. هات ما عندك انا بسمع وسمعي ما يمل. راح الزمان اللي معك اتعب وعاني وانفعل. هات ما عندك انا بسمع وسمعي ما يمل. راح الزمان اللي معك اتعب وعاني وانفعل. تفتكر جرحي سهل، تفتكر ذلي سهل. تفتكر جرحي سهل، تفتكر اللي سيل. لا جرحتني والجرح له ردة فعل. آه له ردة فعل. جرحتني والجرح له ردة فعل. لا له ردة فعل. حلو حلو فؤاد. وفؤاد زهيري له ميزة خاصة، ويمكن حتى انت ما تفضل في كل شيء. يعني ميزه خاصه بالخاطر؟ نعم، في الخاطر، في تحس انه حتى اصدق. لما حتى زهريه اللي قلناها في بدايه تقديم الفنان سليمان موسى، حسيت انه فيها عمليه حكمه وفيها عمليه تشره. يعني المعاني كلها اللي في نفسيه الانسان تجدها في هذا زهري. لذلك انت اخترت زهيري هذا، وسمعنا معلومه الدهر في بدايتها. نعم. نبي تختار لنا زهيريه لها وقع خاص في نفسيه الفنان سليمان موسى. والله هو الزهيري بالذات هو حكم، يعني ان كان بالشرها على الدنيا على الصديق. نعم. يختلف عن باقي الحديث، يتراوالي اصدق الكلمه منه من غير المفردات الثانيه، فتلقى الكلمه مالته وايد قريبه للقلب. نعم. ما ادري اقول لك واحده زهيرية شوية يعني. وادعتكم بالسلامة يا ضو عيني.
ودعتكم بالسلام يا ابو عيني وخلافكم ما قمر جفني على عيني وعدتني بالوعد لما انجفت عيني وخليتني يا سيدي جسم بلا يروح جت فر مني العدو ظل الجسم مطروح كل البشر هودت وار اي والله كل البشر هودت كل البشر هودت وار انا شجي الروح يا نور عيني مثل مرعاك راعي شاهد لأن لقانا هو محطة استراحة بسيطة ولكن نتمنى أن يطول هذا اللقاء وكنا نتمنى أن نطرح أيضا أسئلة على سليمان الموسى كثيرة تدور في مخيلتنا ومخيلة معد ومخرج هذا البرنامج ولكن حتى أني ما أقطع عليكم الحبل المتواصل من هذه الأغاني أترككم مع أغنية سليمان الموسى وش يقول فيها Thank you.
هذه هي فقرات حلقتنا الأولى، نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعدادها وتقديمها على النمط المطلوب. فإلى أن نلتقي أيها المشاهد الكريم، تقبل تحياتي وتحيات مخرج هذه الحلقة المخرج أمين الحاج. Thank you.